وصلنا والحين بننزل واشوفكم واصور لكم الاجواء هناك. بس عموما في بحث دائم، شنو الجديد شنو مختلف شنو حق هذا شوي شنو يرفع شنو يسوي. كريم العين بنات اللي هي في لون هذا ينفع حق الحلق حق الهالات السوداء، ولان انا ما نام عند الواير فعيوني على طول ساعات تكون مترفخه، فقبل الميك اب وايد مهم انه يكون في ترطيب مستمر حق حواليك. متابعين من جدة نورتوا ايفنت اليوم. صورتها لكم وتكلمنا عنها قبل شوي، التمت ايد والكريم توحيد اللون، كلهم راح تلاقونهم ان شاء الله سلبياتنا هذي. مشكورين واحبكم وايد وايد وايد، خلينا نوجهكم على الفيلم، شكرا. شكرا لمن تعنا ويوم، احبكم يا اهل جده، شكرا. زينكم، احبكم احبكم الله يحفظكم. حمود بسوي شغله، ترى للحين ما سكت بالسعوديه. تبي تسوقين؟ اي والله خلاص لا حول ولا قوه، خلاص يلا عطى عطى سويش. والله ما سكت للحين خلاص. يلا عد ورا، لازم نرفع الكرسي اعلى ليفل ممكن. شغلنا سماره يا سماره الله ليهينك. والله مسجل اول سواقه لي في السعوديه بجده، تاريخ اليوم كم؟ 27 27 الساعة ما ادري كم، طالعين من زومة مشغلين سمارة يا سمارة. شوفوا وزين بنات جدة الله يحفظكم حبايب قلبي. حلو الله يحفظهم. وناسة ترى وناسة. والله شوارعكم نفس شوارعنا يا ابو حمود، والله سواقة هنا اسهل من باريس. من باريس الناس تنام على بعض.